الشرقية نيوز طبعة 2017. على بركة الله الشرقية نيوز بعد عام من تحولها إلى قناة HD تطلق اليوم التوسعة الجديدة لمركز الأخبار في لندن في طبعة 2017. تحديث استوديو لندن اليوم يعطيني فرصة للحديث عن مجموعة الشرقية بشكل عام والشرقية نيوز بشكل خاص ومركز الأخبار اللي هو يعتبر قلب هذه المجموعة. اليوم أنا سعيد أتحدث بلغة أرقام وإحصاءات واستطلاعات رأي لمؤسسات عالمية، مؤسسة جالوب، مؤسسة ABSOS ومؤسسات محلية، عن جامعات وعن حتى بعثات أجنبية وشركات إعلان تتحدث عن تصدر الشرقية للعام 13 على التوالي للقنوات العربية والمحلية المنافسة في العراق. الموضوع الثاني اللي من الضروري نتكلم فيه هو موضوع التواصل الاجتماعي والتحدي اللي واجهته أغلب القنوات التلفزيونية خلال العشر سنوات الأخيرة. اليوم أستطيع أن أقول أنه الشرقية تمكنت من توظيف مواقع التواصل سواء الفيسبوك واليوتيوب والمواقع الأخرى إلى إعادة تسويق وانتشار المواد البرامجية والأخبارية اللي تنتجها على مدار اليوم والساعة. التحدي القادم بالنسبة للشرقية هو ما يتعلق بالتنافس مع المجموعات العربية الكبرى. اليوم يمكن موجودة 5 أو 6 مجموعات عربية، الشرقية واحدة من عندهم وتتنافس معهم على مستوى المنطقة باعتبار أنه اليوم أقرب منافس لنا في واحدة من أكبر المجاميع التلفزيونية تبعد عدنا اليوم في العراق 18 نقطة من مجموع المنافسة، وهذا شيء ممتاز. لكن اليوم احنا التنافس تعلق على المنطقة الأوسع، منطقة العراق والخليج العربي إضافة إلى الدول العربية المحيطة. عام 2016 كان انتقالة مهمة وهي العودة إلى سوديا بغداد بعد ما تعرض للأذى والخراب والسرقة. اليوم ينتج برنامج بالحرف الواحد اللي قدمه الزميل الإعلامي أحمد ملا طلال، وسعيدين بهذه التغطية المهمة وباعتبار هذا البرنامج ساحة رأي وفضاء واسع لمختلف الجهات والكيانات العاملة في العراق، وهذا يدفعنا أيضا أنه خلال الأسابيع المقبلة راح ننتج برنامج آخر وهو برنامج طبعة بغداد للزميل الإعلامي عامر إبراهيم. وخلال هذه السنة خطتنا هو استوديو في البصرة وإن شاء الله استوديو في الموصل. نسبة المشاهدات المتعلقة لموقع يوتيوب للشرقية على الأقل للشهر الأخير، إحنا اليوم نتكلم عن 6,900,000 مشاهدة. نتكلم عن عدد المشاهدات لموقع الشرقية على اليوتيوب هي تجاوزت حوالي 250,000,000 مشاهدة على الموقع. أصبح الوصول إلى مواد الشرقية على اليوتيوب يتجاوز 42,000,000 مشاهدة بالشهر. يسعدني أن أختم أنه أطلع الجمهور العراقي على الأرقام اللي جهزنا بها موقع الفيسبوك. على سبيل المثال للحصر في الشهر الأخير تحديدا بلغ عدد المشاهدات والمتصفحين لموقع الشرقية على الفيسبوك ما يتجاوز 29,000,000 مشاهدة. عدد مشاركات وشير الفيديو على موقع الفيسبوك تجاوز 22,000 شير وإعادة انتشار للمقاطع. هنا ما يهمني أقوله أنه قدرة فريق التواصل، قدرة الشرقية على توظيف مواقع التواصل الاجتماعي والوصول إلى المشاهد سواء في العراق أو خارج العراق على مشاهدة القناة ومتابعة برامجها والمختصر من النشرات الأخبارية والفقرات اللي يعتقد هي مهمة على أجهزة الحاسوب وأيضا على الهواتف الذكية.